بس هاي بياناتي الشخصية. خلينا نعم. نقول المفروض مثلا الشركة نفسها ميتا المسؤولة عن فيسبوك انستغرام هي اللي بتعرف هالبيانات وهالمعلومات، ليش ممكن حدا عادي يقدر يعرف كل هالتفاصيل عنها؟ انت عم تسمحي هذه، خلينا اول شيء نحكي عن المستوى الشخصي بعدين بنروح للشركة نفسها. انت على المستوى الشخصي عم تبوحي بهي المعلومة، فما عادت سرية او انت مخزنتيها ضمن سيرفرات او ضمن شركة ميتا. هي على المستوى الاول. المستوى الثاني ورح اقول لك مثال عليها. المستوى الاول لنفترض قلتي انه انا والله مسافرة على شيء بلد وحطيتي على الفيسبوك وشفنا قضايا كثير صارت انه انا مسافرة، فانت اعطيتي اشارة انه انا بيتي بهذا الوقت فاضي، فممكن يصير سرقة ضمن بيتك. فانت المعلومات اللي انت عم تطلعيهم بالمستوى الاول انت اللي عم تحددي هي لمين تكون مكشوفة. النقطة الثانية اللي هي سيرفرات ميتا او خلينا نقول الشركة، هي بتقلك انه اي محتوى حساس هو مسؤوليتك بالنشر. بيصير في تسريب، بيصير في اختراقات، بيصير في عدم حفظ للداتا. برجع بقلك هي نوع من انواع الوصول للمعلومات. فما بدي احط انا المسؤولية على غيري يقول هو مسؤول عن الداتا تبعي او مسؤول عن المعلومات الحساسة الخاصة فيني. انا اولا واخيرا المسؤول عن المعلومات الحساسة الخاصة فيني. أنا أولاً وأخيراً مسؤول عن البيانات اللي أنا ممكن أكون مسؤول عنها ضمن شغلي، ضمن عائلتي، وكون حتى عندي مسؤولية تجاه بياناتي والأصدقاء اللي أنا بعرفهم، يعني أنا أكون عندي الوعي بهذا المجال. فخلينا نرجع لنقطة مثلاً أنا فتحت لينك من هاللينكات. أوكي. أوكي، وأنا تم اختراقي، أنا كيف بعرف؟ أنا فتحته وكملت حياتي وكملت تصفح. أنا كيف ممكن؟ هلا عادة لشخص ما كتير خبير أو ما بيعرف بيراقب الأحداث أو الشيء اللي عم يصير على المواقع. رسالة قريت أنا ما فتحتها، قريتها لقيتها مقروءة، في نشاط، خليني أقول نشاط غريب أنا ماني متعودة عليه، دائما أنا فيني أكشفه، دائما صار في بكل المواقع وبكل مواقع التواصل الاجتماعي. شوف الجلسات النشطة وين مفتوح هلأ الحسابي، إن كان واتساب، فيسبوك، إنستغرام، أنا فيني فوت شوف الأجهزة اللي مفتوح منها أو إذا حدا عامل وصول من مكان غير اللي أنا واصل منه. فلحتى أكشف هدول الشغلات ممكن لاقي نشاط مشتبه فيه أنا ما عملته، نشاط غريب عم يصير على صفحتي، فهون أنا ببلش الشكوك. ودائماً أنا بقول خلي عندك شك نسبة 80% انك مخترق لحتى تكون غير مخترق. يعني دائما وقت اللي انا بشيك انه في حدا فايت على حسابي، في حدا فايت على صفحتي، في حدا عم يستخدم الواتساب تبعي، دائما وقت بكون بحالة شك، بكون بحالة انه انا معلوماتي ما لازم اطلع فيه، رح اكون منتبه. الاختراق بيصير او تسريب المعلومات وقت بيكون في احساس بالامان. انت رح تفتحي الرابط وقت بتحسي انه هذا الشخص موثوق، رح تفتحي المقال وقت بتحسيه من جهة موثوقة، بس عم تحسي بهذا الأمان هو اللي عم يخليكي تكوني ضحية لعملية اختراق.